السلام عليكم. وعليكم السلام. احكي لنا قصة طلاقك. أنا من تزوجت أبو جهالي كنت ويا عيالي، إحنا 5 شناين 36 نفر ببيت واحد، كانوا عيالي يعني شقلك يقحطون علي، يعني رجلي زين ما قلت كان رجلي مو زين، ظلينا فترة رجلي يحبني ويحترمني ويريد خاطري، وعندي 6 أطفال من عنده، وقلت لك صارت يعني فترة مشاكل وعراك يعني ويا عيالي، وهواي هواي يعني أذوني عيالي، وقلت ما يخالف الخاطر رجلي استحملت وقعدنا وهاي، وبعدين رجلي من الله واهل البيت الله رزقنا أجرنا بيت بالتجاوز قعدنا بيه، ضلينا فترة قاعدين بيه، وبعدين صار رجلي انضرب مال الإمام، من أول تفجير صار التفجير وتعوق رجلي، يعني قام يأذيني كل شيء يأذيني ويأذي جهالي ويضربنا ويطلعنا بالشارع، وكانت العالم يعني هو حتى قاعد من الشغل كانت العالم تساعدنا وتطينا، وهواي مشاكل صارت يعني وياي يأذيني كل شيء يأذيني ويضربني ويضرب جهالي ويطلعهم بالشارع، هواي تعبت هواي تعبت يعني تأذيت، آخر شيء رحت لعيالي تريت عليهم قلت لهم هذا بزركم، كل من قال ما علي، أنا حموميني 5، كل من قال ما علي بيهم، رحت لعمي، عمي موجود وعمتي موجودة أبو رجلي، رحت لهم قالوا إحنا ما علينا بيه، بزرك هذا، قلت لهم بزركم، قالوا لا بزرك، قلت لهم ابنكم كان يأذيني هواي ويضربني وتأذيت، قالوا إحنا شو علينا، قلت لهم آخر شيء قالوا لا أخويا قال لا عاد تضرين كساعة يضرب بيك ويأذيك بالشارع وقدام المنطقة وسمعتنا. ها رادوا يعني أهلي أنفصل، قلت لهم أروح لعيالي، رحت لعيالي حاكيتهم قالوا إحنا ما علينا ما علينا يعني ما عليهم بأطفالي وما عليهم بيه، حاكيت عمي قال أنا أروح وياك للمحكمة، أبو الولد وأخذني وأخذ ابنه ورحنا للمحكمة، وحكيت للقاضي نفس الحكي يعني حاكيت للقاضي، قلت له كان يضربني وحتى ثوبي يشق علي بالشارع، والله والله فدي يوم من الأيام والله ضربني بالطابوق على راسي وأركض بالشارع والعالم تباوع علي، وبعدين من رحت للقاضي وحكيت له هيك طلقوني، طلقني القاضي، وهسه أطفالي عندي والعالم قاعد يساعدنا، أهل الغيرة قاعد يساعدنا، وما عندي راتب وعندي 6 أطفال. اليوم ما نتكلم عن حالة كان السبب الطلاق بسبب إصابة الزوج بشظايا في الرأس أدت إلى أمراض، زوجة ما تحملت لفترة وبعدين صار الطلاق. بالبداية أريد أتكلم عن قوانين تنظيم الأسرة، ما هي قوانين تنظيم الأسرة؟ تحية طيبة لحضرتك وإلى المشاهدين الكرام. الأسرة العراقية نظم كل تفاصيلها قانون الأحوال الشخصية لسنة 1959 من ناحية الزواج مرورا بالإرث بالوصية وكل تفاصيل هذا الموضوع. الأسرة العراقية سيدتي هي أسرة ليست حديثة النشأة، يمتد عمقها التاريخي إلى عمق العراق العظيم، أسرة عظيمة، أسرة ذات أخلاق وعادات وتقاليد رصينة جدا جدا، ولهذا يعني أستغرب أنه امرأة عراقية تترك زوجها لأجل تمرض. حقيقة المرأة العراقية دائما سجلت بطولات عظيمة على مر التاريخ العراقي، دائما كانت المرأة العراقية هي المضحية وهي البطلة في كل الميادين،
بكل ما مر به العراق من حروب إلى حصار إلى طائفية إلى الكثير، وكأنما حتى الآن ما يحدث في المجتمع العراقي وعلى مستوى الفساد الإداري والمالي، صدقيني وبحق أقولها إن المرأة العراقية تدفع ثمن هذا الفساد، وذلك من خلال مجاهدتها في الحفاظ على بيتها وعلى مستواها المعاشي. امرأة العراقية هي سليلة نساء عريقات، هي سليلة شبعات، هي سليلة حفيدات الرسول عليه الصلاة والسلام. المرأة العراقية ليست ككل امرأة، ما أعتقد امرأة عراقية تترك زوجها لأجل أنه تمرض. أنا من خلال يعني سماعي وإلى قصة مع برنامجنا اليوم، هنا المرأة لم تتركه بسبب مرضه، وإنما بسبب ما نتج عن هذا المرض. هو على ما يبدو قد تعرض إلى مشكلة، إصابة في رأسه، بالتالي أثرت على وضعه. بدليل كلامها تقول إحنا كنا حياتنا الاجتماعية بالرغم من المصاعب اللي مرتها في بداية حياتها، لأنه حسب كلامها أنه كانوا متفاهمين لحين ما صارت الإصابة. سيدتي، كل إنسان معرض إلى مرض، إلى إعاقة لا سامح الله. ذكرتي أنه أنت تحبين زوجك وعلاقته طيبة بيك في بداية الزواج. أي صحيح. تمام، بعدها شنو الإصابة اللي صارت؟ قلتي أنت صار معوق وظل يضربني، شنو الإصابة واضحين؟ هو يعني كان يموت علي واني أحبه، مهما يكون العشرة متهون، هو أبو جهالي ها، وهسه واليوم وباكر وبعد مليون سنة أحترمه وقدره، بس هذا قدر الله. يعني من انضرب مال الإمام مال موسى بن جعفر، من صارت أول بداية تفجير مال من يم الفندق ها، وكان هناك صارت إصابة براسه، شظايا صارت براسه ولحد الآن ما طلعت من راسه، قالوا بس نطلعها اسم الله يموت ها، ورجليه ويديه عدي بديه هنا بلاتين، ورجليه هنا وبرجله هاي الثانيه انضرب بيها. زين، يعني هاي الشظايا بالراس اثرت على دمار التصرفات من قال الدكتور. زين، ما وجهكم الدكتور تروحون حتى تعالجون هذا الموضوع؟ او اني دخلت بيه بالمستشفى مال الجمله العصبيه، دخلت بيه شهر ونص أني داخلة وياه، أو جهالي عد أهلي. يعني حالته ما حاولتي مرة ثانية أنه تتعالج؟ لأنه هسه المشاهد يقول شلون تعوف زوجها بيجي حالة. أنا ما عفته، بس من قام يطلعني بالشارع وأني علوية. هو هيك من تلقاء نفسه؟ أي والله، أي والله، وأني علوية يعني أهلي، أنا ما رحت لأهلي لا وداع الجهاني، ما رحت لأهلي ولا قلت لهم. ناس غربة راحوا قالوا لهم بدكم قاعد يطلعها رجلها بالشارع يشمرها وبدون عباء وبدون حجاب، يعني هي سولفة والأهلي. والله كنت أتختل هيك، شلون الواحد بايق لبوقه يتختل، أتختل من العالم. وبعدين أهلي قالوا بعد ما ظلين وياه، حتى رادوا يعني يذبون جهاني، قلت لهم ما أنطي جهالي ما أنطيهم، أو هسه جهالي عندي. ما يحدث هنا في العراق للأسف الشديد عندنا ضعف إعلامي. الضعف هنا اللي أقصد به هو أغلب دوائر الدولة، دوائرها الإعلامية ليست ذات كفاءة عالية، بالتالي هي قاصرة في إيصال ما تقدمه هذه الدائرة للمجتمع. يعني اليوم الحالة اللي صادفتنا وصلت بهم إلى طلاق، لأنهم يعني امرأة تتعرض إلى ضرب، هي ممكن أنه يعني كان ممكن أنه ينتج عنها عاهة مستديمة لهذه المرأة، أنه ممكن أحد أطفالها يعني قد يموت لا سامح الله. طيب إحنا نبقيها تحت هذا الظلم؟ طبعا إحنا قدوتنا في هذا الموضوع هي زوجة سيدنا أيوب
عليهم السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، إنه كيف تحملت 7 سنوات بمرضه. هذه قدوة كل امرأة إنه تتحمل زوجها، لكن إحنا الآن الحالة اللي عندي إنه المرأة الآن دا تتعرض إلى أذى جسدي، أذى ممكن إنه تفقد بها حياتها أو تفقد حياة أحد أولادها. أين دور المجتمع؟ أين دور المؤسسات؟ إحنا ما عايشين بحياة الغاب وكل شخص لوحده، إحنا في ظل مجتمع. وسبق وقلت لحضرتك مجتمع ذو أعراف وتقاليد دينية وأخلاقية عالية جدا. طيب هذه المؤسسات والمنظمات الخاصة من الواجب عليه يوجه مثل هذه النساء اللي محتاجة؟ سيدتي مثل ما قلت لجنابك الكريم، هي الدوائر الإعلامية في كل دائرة. يعني مثلا اليوم هذه الحالة اللي أمامنا، شخص تعرض إلى إصابة وهي الإصابة أدت إلى إعاقة حسب ما هو موجود في التقارير الطبية، كان المفروض يشمل بقانون ضحايا الإرهاب والعمليات العسكرية. هذا القانون هو يعطي تعويض للشخص اللي تعرض لهذه، هو الآن أعتقد ضحايا إرهاب حسب ما أفتهم متاني. نعم. فبالنهاية يصرف له راتب تقاعدي ويستلم من دائرة التقاعد. طبعا هذا الراتب راح يلاحظون به مستوى التعليمي المعاش، يعني يدخل ضمن تخمين معين إلى ما يحتاجه. لكن هنا هو إيش راح يحتاج؟ راتب تقاعدي. نجي على الزوجة، الزوجة شوفي القانون العراقي حقيقة يعني قانون رحيم جدا وقانون فاهم للمجتمع العراقي وما يتعرض له. احنا مشكلتنا مو بالقوانين، احنا بالمشكله من يطبق القانون وكيف يصل القانون الى الاخر، هاي مشكلتنا. يعني يمكن هسه راح تستغربين جنابك، احنا عندنا قانون هنا المعين المتفرغ. صح. اي شخص في العراق هو عنده اعاقه، وهذه الاعاقه بنسب معينه، اذا كان شخص يعيله، اذا كان موظف في الدوله، فهو ياخذ راتبه كامل يتفرغ فقط الى هذا الشخص. بالضبط. اما اذا كان غير موظف، هنا يتم تقدير له منحه تعطى للشخص الذي يقوم باعاله المعاق. هل هنالك رحمه بعد الله اكثر من هذا القانون الرحيم؟ لكن يا سيدتي على ما يبدو انه هذه العائله القانونين ما شامليها، واصلا ما حد وصلهم الى هذا الموضوع. احنا كان ممكن انه نتدارك موضوع الطلاق. شوفي يا سيدتي، احنا على استعداد انه نصل الى كل المحاولات في سبيل نمنع الطلاق. ليش؟ لانه انت راح تبقي لي اسره. ذكرتي احنا 5 جناين بالبيت، يعني عندك 4 حموين. اي. وعندك اخوان، ايش قد اخوانك؟ 3 اخوتي. ما شاء الله. هذه كلهم ما ساعدوك، ما سيطروا على الرجال؟ لا لا لا، كل من يقول يا روحي تعبوا، اهلي تعبوا من عندي، كانوا هم يعني من نوع هم امي وابوي وقفوا لي وقفه مبرده ما عندي، كانت اهلي امي ماكو، تعوز من المصرف هي يعني مو يطي ابوي واشتروا لي مبرده، يعني انا ما عندي رجل، ما عندي. حتى مو على اخوانك، اخوانه هو اخوانه اصلا اخوانه قاموا يلزمون بزري يكتلوا. هذا حماي كبير حتى ضربني وتدخلوا اخوتي. برايك انه الحل كان انه تطلقي؟ اي، انه تعبت، رحت هو قلت لك حمويني، شدوا عداوه وياي. ها رجلي يعني مو بعقله. قلت لك كان يعني شو اقول لك، كان مدللنا دلال وذهب صافي. فجأة قلت لك منه انضرب براسي يعني تغير نهائيا تغير، حتى في شاير يفشر. يعني فشر مو فشاير، يعني مو عدله. وراحت لحماي حاكيت حماي الكبير، عود هو الكبير والكبير الله، وحاكيته يقول انا شو اسوي لك، انا رجال يعني عازل. بعد الطلاق وين رحتي؟ تريت عليهم، قلت لهم هذا بزركم، كل شيء يصير ينضرب يوقع يصير بي شيء، قالوا احنا مو بالمسؤوليه، ما علينا بيه. قعدت ويا اهلك لوين؟ ظليت قاعده فتره ويا اهلي، اجتني قسمه. تزوجتي؟ تزوجت. قبل ما اتزوج اخويا قلت لاخويا، قلت له اشرط عليهم، انه تعرفين اهلي بيتهم صغير وكل من عنده اطفال، وانا عندي 6. ها
عندي بنات، 3 ولد و3 بنات، وكل من يعني شلون صار شلون نقول يعني جهال، وكل ساعة أمال أخواي اجتني قسمة ما ردت أتزوج، اجتني قسمة تزوجت. شرطت على أخويا، قلت له قل للولد يعني مو يضرب جهالي، مو يأذي جهالي، مو هاي يعني الولد شاريني. قال أني مثل ما هي جهالها أني جهالي، وكتبوا عليه ورقة بالمحكمة. الحاصل تزوجت، الولد دار جهالي على حسب الأصول. نعم. ما طولت وياه أقل السنتين. شنو صار؟ أتوفى. أتوفى؟ أي. وهسه الحال مثل ما هو، الأطفال زادوا ولو؟ لا زادوا، صارت عدة طفل بعد، صاروا 7. صاروا 7. الحمل أي. والهم زاد. وصرت أني أم وأني أب. زين. وهسه قاعدة بيت بالتجاوز. هنا قاعدة بيت. أطفالك يسألون على أبوهم؟ لا خليتهم. أبوهم أقصد الزوج الأول. أي خليتهم يعني يراجعون أمامهم الكبار، مو أمامهم يعني أخوة أبوهم، أمامهم الشيخ يعني خليتهم يتراجعون وياهم وهاي. بس أنا عندي هسه بنات صغار وعندي أطفال صغار. أي ذولاك الكبار لا تراجعوا ويا أمامهم. ندمتي على طلاقك الأول؟ والله شو أقول لك يعني ست أكذب عليك لو أقول لك ندمت. لا ما تندمت. تدرين ليش؟ إنه أبوهم مو بعقله. لو بعقله لا ما تطلق. لا والله ما تطلق. لو بعقله ما تطلق، وبدل ما أنا شايلة هسه الحمل صايرة أم وأب، لا أخلي المسؤولية هو أب وأنا أم. إنه أنا أما أنا تعبت، حتى عندي رماتيز، عندي خفقان بالقلب، صار عندي حساسية من هنا لهنا أتعب. بس أقول في سبيل جهالي. الآن المشكلة عدت وهي تزوجت مرة أخرى، والزوج توفي وصار عنده بدل 6 أطفال 7. البنت الكبيرة تزوجتها، والآن هي في مشروع طلاق هذه وهي تطلب النصيحة. كقانونية حضرتك شنو تنصحين المرأة الآن اللي عندها بنت وبنتها الآن عندها مشروع طلاق بسبب إنه الزوج يضربها؟ هم نرجع ونقول السبب بدوائر الإعلام الحكومية. إحنا الآن عندنا في وزارة الداخلية دائرة كاملة من مدير إلى ضباط إلى منتسبين، وأغلبهم هم من النساء، اسمها دائرة حماية الأسرة والطفل. أي امرأة، مو بس الامرأة، امرأة رجل طفل يتعرض إلى تعنيف، ممكن أعتقد رقمهم 139، تقدر تتصل بيهم. ما عندك هذا الرقم تروحين لأي مركز شرطة، ما في مركز شرطة رقم النجدة العالي. طيب احنا مجتمعنا ممكن الاتصال يؤدي إلى طلاق، يعني ممكن الزوج يقول إن شلون تتصلين أنت تجيبين علي شرطة وتجيبين علي ناس، يعني هم راح يسبب مشكلة كبيرة. ممكن حل آخر؟ والله سيدتي وزارة الداخلية كانت فاهمة هذا الموضوع باعتبارها وزارة عراقية، لهذا إنه أغلب المنتسبين والضباط في هذه الدائرة هم من النساء، وبالتالي لما تتدخل امرأة وكل احترام وتقدير إلهن برتبة ضابط، طبعا راح يكون الموضوع مو مثل ما يتدخل. تعرفين احنا تحسسات المجتمع العراقي. لكن سيدتي يعني لليكن منصفين، لما امرأة تتعرض إلى عنف، العنف ويمكن جنابك شفتي عندنا حالات عنف، المرأة فقدت بها حياتها وفقدت بها حياتها إلى مرحلة أنه يعني للأسف بعضهن يشوهن وبعضهن فقدن بعض الحواس أهلهم المجرة. طيب متى ما تطلب الشرطة لأجل مساعدتها؟ إلى متى؟ إلى متى يبقى هذا فكرة الخنوع والخضوع والذلة؟ لا يجوز. إحنا في دولة مدنية، دولة مؤسسات، عندك وزارة الداخلية بها حماية أسرة يجب أن تقوم بواجبها تجاه المجتمع. يعني مثل هذه الآن والدها أيضا مو بعقله، والآن هو ما يسأل عنهم. رجل يعني الله سبحانه وتعالى رفع عنا القلم، الله سبحانه وتعالى رفع القلم عن من ضمن الناس هو المجنون، صح لو لا؟ مع احترامي للرجل، احترامي شديد إلى، لكن الرجل الآن مو بعقله تام. يعني هاي طفلة
شنو تكون؟ نقدمها هديه للمقبره؟ يجوز؟ نربي ونكبر وبالنهايه يجي شخص يعنف، هو بشر وهي بشر وكل واحد له حق، واكو داخليه واكو دائره حمايه اسره، كافينا كافينا. لانه شوفي حتى الزوج هو مو وحش، لكن هي هذه الحياه بكل مفاصلها، احيانا تخلي الشخص عصبي، احيانا تخليه يمر بظرف يكون غير طبيعي، يجب ان يكون هنالك الاخر اللي يوقف هذه العصبيه، اللي يهدئه. اذا ما لقينا من ضمن اهل الزوجه واهل الزوجه، الدوله هي ولي امر، الدوله اي دوله في العالم هي وليه امر شعوبها. اولاد يسالون على ابوهم حاليا، لكن هو وضعه انه هو معاق، فلهذا انت لو كان هو مو معاق كان بقيتي وياه. اي صحيح. بس انا ما قطعت، يعني حرام علي، انا اصلي واخاف الله هسه وبعد اقولهم مو عد جدهم هو ابوهم، اقولهم روحوا شوفوه. ها حتى لو ما عندهم فلوس يعني احصلهم مال المساعدات، لو هاي انطيهم يروحون يشوفون ابوهم. لكن هو يبقى ابوهم طبعا، هو يعني خيمه عليهم حتى لو كان معاق طبعا. فاحنا نوصيك بانه لا تحرميهم من لا حرام علي الصحي، اني حرام علي ثم حرام، اني علويه واخاف الله ودائما اندب العباس واندب امام علي، حرام علي ما احرم يعني بزره هذه. اني قبل منين جبته من ابويا هذا بزره، دائما اقولهم روحوا، حتى عندي بنيه من زوجه كبيرة. اي كبيرة موالد 2000 زوجتها، ها ورحت لعمامها ورحت لعمهم الشيخ، ها وقلت له، ومن صارت جت العالم وجت الزلم قعدت عمامهم. عمامهم وضعها تمام بنتك الان؟ حالتها امورهم تعبانة. شلون تعبانة؟ يعني ماديا؟ اي ايش عن ماديه يعني ما عندهم، والحمد لله والشكر. اقول حتى قلت لي يما حتى لو ما عندك حمدي الله وشكري. والله حتى مرات تجيني مو زعلانه، تجيني الله شاهد ورسوله، انا ارجعها بداية. ها يعني شنو عندي العالم يساعدني انطياها واقولها رجعي بيتك. انت يعني وقعت بتجارب سابقه وكانت بعض منها تعبت، يعني تعبت. انا هسه قمت منها اشوف وحده مطلقه لو هاي وعندها اطفال ورجلها كل شيء ما بي، اقلها حرام عليك لا تتطلقين، خلي على ابوهم احسن ما يعني التعبين. الطلاق مو صحيح. لا مو صحيح. صح تمام. انت بعد عندك بنات والله يخليك اياهم في دول قلبك، فاريد منك ايضا انه مو اي كان تنطين لعوائل، اختاري الشيء المناسب، الماده مطلوبه بهذا الزمن بس هي مو كل شيء، لكن من انطيتي هسه البنيه لهيك وضع وظلت تزعل فدير بالك لا ايضا تتطلق مثل انا. ابد يعني ابد ابد، يعني انا ما هاي ذاك اليوم ماكو جت زعلانه كاتلها والله موتها من الكتل مفشخها وكاتلها وهاي، يعني اتوقع ايش سويت انا؟ دزيت علي، ها قالوا ولدي، قالوا يمه يعني تسكتين، حتى حكوا علي قالوا انت يعني ممنوع انت ما تتدخلين، قلت لهم لا، قوموا خليت ولدي طلع وغافلتهم، دزيت على رجلها وصالحتهم، ها ورجعت بنتي. اقول ما اريد هالذوق اللوع اللي كلتها اني، أنا هسه تعبت من لهنا، يعني لو أمشي من لهنا أتعب من القهر، وأقول الحمد لله والشكر وأحسد كل مرة، ما أحسدها بغير شيء، لا أحسدها عندها رجال مسنودة عليه، إنه أنا على اللوعة اللي كلتها أشوف، يعني أنا صايرة أم وأب ودائما دمعتي على خدي، يعني لو ينقطع واير مو مثل الرجال يطلع يقوم يطلع يشد الواير ويسوي، أنا أظل أباوع بالوجوه يا اهلي شد للواير، المرأة تختلف عن الرجال. واقول الحمد لله والشكر على هذا الحال ولا كل حال. استاذ عبد الرحمن اهلا وسهلا بك. اهلا. اليوم الحالة نتكلم عنها متزوجة من شخص بعدين انصاب في احدى الانفجارات في بغداد وصار عنده مضاعفات، فهي تركته وانفصلت. سمعنا كل تفاصيل الحالة، نتكلم عليها من البداية. نعم. المشكلة هي يعني هسه بداية الزواج ما عندهم مشكلة، وهذا شيء جيد، يعني اختيار جيد بين المرأة وبين الرجل.
اكو مشكله وهاي مشكله اجتماعيه اقتصاديه جاي يعاني من عندها البلد، وخاصه في المناطق الفقيره، بان اكثر من عائله تعيش في بيت واحد والمساحه يعني بين 200 واقل، يعني البيت 200 متر او 150 متر او 100 متر، واذا شوفين بهذا البيت البسيط عايشه 4 5 6 7 عوائل، ومرات اكثر مرات اقل. زين الناس حقيقه من تعيش بهيك وضع تكره نفسها، اكره اخوي واكره مرات اخوي واكره جهال اخوي، لان الارض ما تسعنا، المكان ما يسعنا، المساحات المقرره لاتخاذ حريه الانسان ياخذ حريته ما متوفره. يعني هسه انا سمعت تقول احنا في البيت 7 عوائل شلون عايشين؟ الحمام ياخذون على يساره. زين المطبخ مالكم وين؟ ومن اللي يطبخ؟ دور من اليوم؟ بالريوق مشكله، بالغداء مشكله، بالحمام مشكله، هاي عايشين حقيقه في مجموعه من المشاكل تتعدى الزواج والطلاق. بهذا الموضوع بحد ذاته مشكله كبيره تعصب بالعائله. زين هسه تتعدينا هاي المساله، طلعت عاشت ببيت حواسم ايجار، الرجل انصاب في انفجار ما اعرف شنو، ما ركزت بكلامها، صارت عنده بعض الاصابات، عاهات صارت عنده، يعني الرجل انصاب بعاهات جسديه عضويه، ما يقدر يشتغل، شظايا في الدم في الراس، ما يقدر يشتغل، ما يقدر يعين العائله، صار قصور من عده تجاه العائله، والسبب واضح، عاهات جسديه صارت عنده اثر الاصابه. المشكله هنا صار عنيف بالاسره، صار يضرب المراه، يطردها بالشارع، يعني سلوكه تغير عن سلوك ما قبل الإصابة. هاي هنا صارت ارتدادات نفسية علي، شيء طبيعي. يعني إذا ما أقول 80% من اللي تعرضون لهيج إصابات وعاهات، عمى أو بتر أو فقدان النطق أو بتر اليد أو بتر الساق، يصير بيعاها في بداية الإصابة. يعني هاي الحالة تمتد من سنة إلى سنتين إلى 3 سنوات، يصير عنيف جدا مع الأقرب، مع يعني هذا شيء طبيعي، شيء طبيعي جدا، بس 3 سنوات بس، يعني حتى يوصل إلى عنف بالضرب. يعني لازم العائلة هنا، دور العائلة شنو، شلون أخفف من وطأة المشكلة اللي ترسخت براسه، التغيرات الهرمونية صارت عنده، وين راح تروح، شلون راح يطلعها، شلون راح الإفرازات هاي الخطرة، الأدرينالين يرتفع عنده بطريقة مفاجئة من صفر إلى زين. لازم يعني إحنا ما عندنا ثقافة علمية العوائل مالتنا، لكن أريد أقولهم هاي الحالات تمتد من سنة إلى سنتين ثلاثة، يصير عنيف، مرات عنيف بالكلام، مرات عنيف بالفعل، يضرب. أنت شلون تتصرف؟ اولا هسه انا راح اكون مثالي، لان شويه في مواضيع ومواضيع لا راح اكون واقعي. المثاليه حالات اقتصاديه تعبانه، لكن لازم يغير جو هذا الانسان، لازم تطلع بين فتره وفتره الى اجواء يعني خضراء، مثل حدائق، مياه يشوف، هدوء، لازم يغير جو بين فتره وفتره، لازم تطلع من هذا البيت اللي عايش بيه او البيئه اللي عايش بيها، لازم بين فتره وفتره تغير الاجواء عنده، الاجواء تخلي تدخله في اجواء هادئه، قلت لك يعني مساحات خضراء، مياه تشوفه، تخليه يرتاح نفسيا، هاي الاجواء تغير حتى من الافرازات الهرمونيه بالدماغ. يعني صار ما اريد اتطرق لها علميا، التربتوفان، تستورجين، هذا الافرازات تغير، هرمون السعاده، حتى هرمون النوم يشتغل بهاي الاجواء الجيده، يعني حاله علميه مو يم الموضوع مالتنا. لكن هسه هاي الموضوع المثالي، لان احنا اغلبنا حاله فقراء، يمكن هسه اللي يسمعني يقول وين اطلع؟ هاي الطلعه مالتك تحكي عليها تكلفنا 10 ورقات وهذا مصرف عائله، انا اطلع وين اطلع؟ انا لا اكل حتى اطلع، هذه اجواء هيك تكلف، مكلفه انه. زين اجواءنا البسيطه الموجوده، المنتزهات الموجوده في بغداد، وما عندنا ذيك موجوده، لكن ممكن هاي تكفي بالغرض، يعني تكفي بالغرض، اهم شيء اطلعه من الاجواء اللي هو بها.
ما اخذ الى اجواء مزدحمه مثل هسه يقول لك اطلع على المول، لا مو هاي اللي اقصد، مو هاي المواضيع، مو هاي المكانات اللي اقصدها، لا لربما طلع المولات تزيد الحاله ينتكس. لان راح يشوف مناطق مرفهه ومواضيع غاليه وناس مرفهه تاكل بدون وجع قلب وحالته بسيطه. انا اتكلم عن الحالات البسيطه مثل هاي مشكلتنا. صحيح. هذا لو حالتهم الماديه جيده ما صارت هاي المشكله، وهي المشكله كلها تدور في فلك الاقتصاد حقيقه. صحيح. يعني لو عد هذا حالتهم الاقتصاديه جيده، لكن انا انصح يعني تاخذونه في مساحات خضراء، يعني تكون بها مياه، تكون بها اشجار. هذا لو كنا مثاليين، اذا واقعيين شلون نعالج؟ الواقعيين صارت هذا الرجل باصابه، صار عندنا عصبي، صار انفعالي، ما اقابل العصبيه بعصبيه بالبيت، كانه يكون صار عصبي. المراه كذلك ردتها بعنف. عنف من الرجل، المرأة ما تقدر حالته أو الوضع اللي هو به، وما تفتهم التغيرات النفسية صارت عندها، ما تفتهمها بعد الإصابة، ما تستوعبها. قلنا إحنا يعني ما عندنا ثقافة صحية نفسية، نادرة ما تلقيها بمجتمعاتنا، لذلك تقابل العنف بالعنف. إذا رفع صوته هي ترفع صوته. زين، هو عنده مشكلة، هو عنده مشكلة نفسية صارت. صار عنده مشكلة نفسية، تغير واقعه، هاي الإصابة والعاهات صارت عنده خلته يشعر بالدونية والنقص. نعم. بيش يسد الدونية والنقص اللي يشعر بها؟ بمن؟ بالعنف. يريد يثبت وجوده أني بعدنا أني، حتى لو بيعها لكن بعدنا أني سيد البيت، وبعدنا أنا قوي. المرأة لازم تفتهم هاي الحالة. بيش تقابل الرجل؟ باللين. من يصير عصبي خلي هو يصير سالب، انت تصيري موجب. الحاله السلبيه مالته انت تصيري بحاله ايجابيه. صار عصبي التزمه بالهدوء، هاي اللي تريد تحافظ على بيتها واترتها، لا تصيرين عصبيه مثله، لان هو عصبي وانت عصبيه. من يصير الطرفين عصبي في حاله من العصبيه والشد، وين راح نروح؟ ما حد من عندهم يقبل يتنازل، راح نروح للعنف الضرب. انت هي تقول يضربني ويطلعني برا، طبعا انا متاكد انت ما تعاملت معاه بهدوء، ما فكرت بحالته والتغيرات اللي صارت عنده. هي ما تدرك ولا توعى لهذا الموضوع. هي مشكله عندنا احنا، ما عندنا ثقافه وعي للحاله اللي تصير. وانا اقول لك صارت عنده حاله، على فكره انا هاي الحاله مالتها يعني شخصيا المفروض وين تتوجه هي من البدايه؟ شخصيا مشاهدتها في شخص يعني بترت ايده، فقام يضرب مرته بالشارع، يطلع يضربها. انبترت احد ايديه يعني بترت، فصار عنيف مع اسرته، مع ان هو كان ودود جدا وحباب، ويعني وعائلته كلش تحبه ويحب عائلته، لكن انبترت احد ايديه في احد حروب العراق، صار عنيف مع اسرته حتى صار يضربها برا بالشارع. المهم هاي الحاله يعني غادرها فتره من الزمن وغادرها، يعني بعد ما تحسن وضعه النفسي وعائلته عرفت شلون تشتغل وياه. يعني عائلته كانت رحيمه ويا عندها اخوانه قريبين من عنده، وحتى زوجته كانت تحبه، ما كانت تريد تتركه. لو كانت تريد تتركه كانت تصرفت بغير اسلوب، كان قابلت العنف بالعنف. من يصير عنيف هو يصير عصبي يصيح، انا هم اصيح. المراه اللي تريد تحافظ على عائلتها لازم تفتهم بان مرات الرجل ظروف بالعمل، ظروف اقتصاديه تعبانه، صارت عنده مشكلة بالخارج، بشغله، بحياته، بالمدرسة، بالبيت، بالمعمل، بالشارع، بأي مكان. لازم أفهم أني شلون أتصرف وأشتغل مع الرجال، من أشوفه عصبي لازم عصبيته لها أسباب. صحيح. أتكلم وياه ليش عصبي؟ شنو القضية؟ منو مضوجك؟ منو مزعلك؟ شنو مضوجك بينا إحنا العائلة مالتك؟ ليش تعاملنا هيك؟ أتكلم وياه بهدوء وبلين. هاي تجيب نتيجة. ما معقول هذا الإنسان بعهات محتاج مرته قريبة عليه 100% محتاج معين يمه، وماكو معين ترى مثل المرأة. يعني المرأة أقرب شيء للإنسان، لربما تكون نفسه الذي يتنفس، يعني قريبة عليه جدا، وهي اللي تشوف مشاكله، هي اللي يعني مطلع على كل أسراره وكل حاجياته، خاصة إذا بيعاها الرجل، إذا بيعاها مرات يأخذ الحوائج مالته الحاجتين تحته. فشوف المرأة تقترب من عده وتنظفه كل هاي وتجعله هو قطعة من عده، فما أعتقد تستاهل يعني تنظر. لكن إذا في مثل هذه الحالة
لا المرأة شوية لها نسبة تحملت لفترة لها نسبة من الخطأ نعم. شنو تحملتها فترة يعني التدخل الأهل من أهله وأهلها قدرت فترة تعدي بأنه ما سيطرت هي أصلا تقول أنا الظرف المادي كان حيل مزعج بالنسبة لي فساعتها أبو زوجها أنه على الطلاق وراحت للمحكمة معه وطلقت شافت الحل بأنه هي أنه يأخذون ابنهم وأنا أخذ جهالي وأروح أعيش ويا أهلي وتزوجت من شخص آخر والشخص الآخر توفى بعد فترة وصاروا بدل 6 أطفال 7 أطفال والآن هي بنتها الكبيرة زوجتها وتمر بمشاكل أيضا فخايفة لأنه أيضا بنتها ينعاد السيناريو وما تسيطر على حياتها مثل ما صارت وما تنصحية بالطلاق مع كل ذلك تنصح بعدم الطلاق نعم ليش اتطلقتي إنسان هذا طابع عهاد مشكلة أنت ما عرفت شلون تصرفين معاه ما معقول هو انجن سمعت يعني مرض هذا مو جنون مو جنون نفسي انا ما اعرف يعني انا تاخذ كلامه لان الشخص هذا خلال كلامها طبعا هاي تطالب تتطلب حاله تشخيص مرض صح. يعني هي من البدايه ما عرفت تتوجه وين حتى يشخص المرض تقول رحت بي للجمله العصبيه ودخلت بي لشهر كامل الجمله العصبيه كانت يعني بدايه الحاله سيطرة على يمكن الجملة العصبية والشظايا يعني اللي صارت بالرأس علاج ضرر بالرأس ايه؟ اكو ضرر ايه؟ مو ضرر مثلا بإفرازات هرمونية او بروتينية صح. او فيزيائية لا يعني اكو اصابات تروح للجملة العصبية لكن اكو امراض نفسية اضطرابات نفسية يعني هاي وين تاخذيه تاخذ الجملة العصبية هو كانت تروح تراجع بيه لان كانت اكو شظية براسه شوفونها وين مكانتها او اكو مجال يطلعوها او شوفتي خلوها تتلف في مكانها ما بها ضرر هاي الجملة العصبية لكن اكو اضطرابات نفسية يعني احنا نقصد بها هاي يعني تراجع بها طبيب نفسي زين الطبيب هو مو دوره انه شخص ايضا هو الطبيب اللي خاص بالجملة العصبية مو موجه ايضا المفروض انه ابنكم يحتاج ايضا الى معالجة أكيد. ومنو قال ما موجه الطبيب؟ طبعا من الطبيب اكيد يعني وحتى اذا ما وجه يعني مو احنا المشكله نرجع على نفس مقرنا شوف احنا نتحرك ونرجع على مركز الثقافه الصحيه يعني ده نشوف اكو مشكله بالعائله يمكن راح اطلع شويه برا الموضوع اكو مشكله عندنا بالمجتمع كلش كبيره ما يميزون بين الاضطرابات النفسية والأمراض العقلية أو الاضطرابات النفسية اللي تلاقي الإنسان وبين المعتقدات العجائزية الأعراف الجاهلة الأعراف اللي صارت بالمجتمع أو كانت هي من زمان بالمجتمع لكن أنا دا أشوفها شوي هسه كثراني عند الإنسان عند ابنهم عند اضطراب نفسي أو أمهم أو أبوهم ودوا إلى منجم لو ينطي عسل العلبة بمليون دينار والله شنو هذا العسل قاري علي ما أعرف شنو القراءة اللي تكلف الإنسان قنينة عسل سعرها هسه الأصلي العسل الأصلي 50,000 دينار أو 100,000 دينار شنو القراءة اللي تكلف مليون دينار والله أو شوية يطي تراب وبخور وسعره 200,000 أو 250,000 يعني تتصورون أنتم هذا تعالج إنسان باضطراب نفسي هسه إذا عنده مثلا بايبولر مثلا عندنا اضطراب ثنائي القطب شوف الانسان يسمي هذا الاضطراب الوجداني بايبولر ديسوردر مثلا تشوف انا اضحك وكل شيء ما بي راسا انقلبت الى عصبي او الى حزين يعني ما اعرف قراءه مشاعري او ما اعرف شلون اخلي يعني تصرفاتي او سلوكي الخارجي متزن تشوفيني في حاله عصبيه وتشوفيني في حاله عنيف وشوفيني في حاله اضحك وبارد وهادي هذا الاضطرابات هسه هذا اذا بعوا انه شافه شو يقولون عليه مجنون لا بيجني تلبس بيجني يعني هذا لان يضحك ومرات يغير صوته ومرات فلازم نوديه لفلان فلان يبيع العسل بمليون او يبيع صره بها تراب مليونين ضحكون على العالم المشكله مو بالدجال هاي هذول الناس المنجمين او السحره او المشكله عندنا احنا بعوائلنا يا اخي انت من شفت بي شويه اختلف عند الوزن العقلي عند طبعا كل مرض نفسي او كل مرض اضطراب نفسي او مرض عقلي الا نمنمات يبدا بيها بسيطه كان يبدا بالانطواء
الانسان يحب يقعد لوحده. صحيح. بعدين يحب يطفي الضوء، ما يحب الظلمه. نعم. بعدين ما يحب يتكلم مع الناس تبدي. نعم. بعدين يدخل دوامه التوتر. نعم. بعدين انكزايتي يبدا بالقلق، بعدين ديبريشن يدخل بالكآبه، بعدين نروح الى ندخل في دوامات خطره جدا. طيب استاذ، هسه احنا بعد شخصنا الحاله بكل تفاصيلها، الحاله تريد معالجه من يمنا لانه بتها زوجتها وبتها الان تمر بمشاكل وهي ما تنصح بالطلاق وهي ندمت على الطلاق. طبعا اكيد. فتقول انا شنو اسوي؟ بنتي جاي اضربها وتجي زعلانه، وبنفس الوقت انا اراضيهم الطرفين وارجع بنتي. المشكله يعني هسه اذا قلت لها، انا قلت لها ليش يضربها، هي جزء سبب من يمها، ما دخلنا بتفاصيل اكثر، بس نريد معالجه بصوره عامه للحال. هسه هي لازم تقعد ويا الرجال يعني زوج بيتها. اكيد. شنو المشكله؟ هو ضرب يعني حاله حيوانيه. يا اما هو الرجل حيوان بحيث يضرب، يعني تعرفين انت الحيوان مثلا من يجوع من هذا شو يسوي؟ يضرب وياكل يفترس. فهذا ماخذ دور الحيوان يجلس سامع، لان ماكو شيء اسمه ضرب. ماكو شيء اسمه ضرب للمراه. شنو تضرب على اي اساس تضربها؟ كائن حالها حالك، زين انت تقبل اذا خطات هي تضربك؟ والله احنا شنو مجتمعات شرقيه، واذا مجتمع شرقي يعني احنا صدق مجتمع ذكوري ومجتمع شرقي، لكن يا اخي خلينا نتفتح شويه ونتطور. الضرب نتائجه سلبيه. اما انت انسان من تضربه مره وتضربه مره ثانيه، بعدين ياخذ على الضرب، المراه تاخذ على الضرب، يصير الضرب عنده فكره ثانويه، واذا ضرب مو مشكله. انه يصير خطر بعد، فقط الخصائص اللي تريدها من الضرب فقدتها. المراه بعد ما تخاف من الضرب. بعدين تقوم هي تضربك او تسيء التصرف معك. نعم. حتى تعتدي عليك باللفظ او يعني، المهم تفقد خصائص الضرب اللي تريدها انت ترجعها تفقدها. ثاني شيء، وين الكلام؟ انا ليش ما اقاوم عائلتي بالكلام؟ هسه يعني سيجوز المراه بها خلل، مو مشكله. نتكلم بصلب الموضوع، اتكلم عن هذا الرجل اللي المراه تقول دائما يضرب بنتي. هسه يجوز بنتك البنت اللي متزوجه بها مشاكل. زين ما هي صغيره وانت صغير، يعني بعدكم بعمر يعني بسيط، مو بالغين. يعني بالامكان الاصلاح، الاصلاح مو بالضرب، اتكلم معاها. ابن عائلتك، هذا كلام عام طبعا وارجو تسمع الناس، ابن عائلتك بالحوار، دير بالك تبني بفرض الشخصيه والضرب. لا تبني شخصيتك بان انا رجل غلطتي اضرب مد ايدك. نتائجه وخيمه الضرب، والله نتائجه هسه بسيط اذا وصلت للطلاق بسيط، لا لرب المراه تكرهك. وإذا كرهتك المرأة وما تقبلت الحياة معك بكل مفاصلها، من الفراش إلى ما دون أو إلى ما أعلى، تصور أنت تعيش ويا امرأة والمرأة تكرهك، والله شنو بسبب؟ لأنك أنت رجل ودائما تحب تضرب وتمد إيدك. هذا خطأ. ابني بيتك بالحوار بالكلام. المرأة إذا خطأت اتكلم معها، لأن أنت هم تخطأ. أنت هم تغلط أو ما تغلط، أنت مو قديس ولا معصوم، تغلط فتقبل هي تضربك؟ ما تقبل. فأنت كذلك لا تمد إيدك، لأن تصنع ببيتك مجتمع يعني همجي إلى أبعد الحدود. حتى المرأة إذا مثقفة من الضرب راح تصير همجية. الموضوع أيضا أكبر من هذا أستاذ، موضوع أنه هي الآن أبوها معاق وبعيد عنهم، ومعته أخ كبير وأمها مطلقة معته حيلة، فانه ما يستغل هذا الموضوع انه ما لها سند او ظهر يدافع عنها ايضا. لا مو هي هاي اخلاقيات حقيقه، هي المشكله. صحيح. يعني انا احب شخصيا في هيك المواضيع يكون هو صاحب الآن امامي واتكلم معاه. نعم. اولا يعني هو الرجل شلون اعطيتي بنتك؟ سالتي علي؟ عرفتي؟ شفتي؟ قعدتي معاه؟ شفت عائلته؟ زين انا من انطي بنتي العائله لازم اشوف مقابل الي بالعتب. يعني بنتي انا اجتنا عائله، تعرف احنا نحكم بالظاهري. انا اشوف البيت حلو والعائله يطلعون منها اولاد حلوين لكن ما نعرف البيت ايش بيه داخلي. لربما هم اجراء جوه، لربما بنتي راح تنضرب او تنهان او تنسب، او لربما البيت شغلات مو زينه ما ظاهره للناس. انا من برا اشوف حلوين.
زين اني يعني زين شلون اعرفها كل هاي التفاصيل؟ طبعا شلون اعرفها؟ اعرفها من تدخل بنتي بالبيت، لذلك لازم اشوف اللي احنا نسميها بالعشائر جبيل. الجبيل هاي يعني اريد واحد مقابلي بحيث اذا شفت اذا صار ظلم على بنتي او وصلني كلامه حلو اجيب هذا الشخص وعاتبه. انا اعطيتك امانه، هاي بنتي اعطيتك امانه، ما مسموح تنضرب. على شنو تنضرب؟ شنو السبب اللي تمد يدك عليها وتضربها دائما؟ زين هاي دم ولحم، احنا عندنا بالعراف العشائريه اللحم لك والعظم لاهلها. لا يعني اقول لك اذا جرحتها اذا شغلات بسيطه يمكن نتجاوزها، لكن اذا كسرت عظم لها لا. لا لها اهل يفصلوك حتى عشائريا وقانونيا يدينك بكل المجالات. زين الرجل من يمد ايده على المراه انت قايس ايدك مثل المسافه والضرر راح توقع. ضربتها على عينها عميتها انت الخسران، هاي زوجتك. ضربتها كسرت خشمها شوهت وجهها. اي مكان تضربه بها خطر صار بها عاهه هي زوجتك. لو تروح هم تطلق وهم الضحايا اولاد ومشكله بالقانون ومشكله بالعشائر وتتوسع المشكله على اشياء مع احترام للمستمعين والحاضرين تافهه جدا لا تستحق. أحسن. المشكله هاي هسه لو خطا بهاي المراه انا ما اعرف ساله على الولد اما مشكله الضرب فممكن معالجتها. تكلمي مع الولد شوفي اذا بنتك عندها خطا صحح خطاها، لكن بكل الاحوال لازم توصلين فكره للولد وبطريقه عقلانيه بان الضرب مو نتيجه، والنتيجه اللي تريدها براسك من الضرب ما تصير. لربما بعدين تضرب تتعلم البنيه على الضرب تقوم ما تخاف منك. ان الاذى النفسي اقوى كثيرا من الاذى البدني، مقوله لخصت معاناه بعض السيدات من الزوج المريض، فعبرت عن معاناتهن من الزوج المريض بالجنون ما قد يتسبب بتحطيم الاسره، وقد يدق المسمار الاول في نعش الزواج الذي قد يخلف اطفالا. إذا كان الزوج مريض اكتئاب أو تعرض إلى ما يسبب له مرض عقلي يظهر ذلك على تصرفاته وسلوكه، فتظهر تغيرات عليه وتلاحظها الزوجة، وهنا لابد أن يرى طبيب معالج على وجه السرعة ليتناول الأدوية المناسبة، وبالتالي هناك نسب كبيرة للطلاق حسب مختصين وسببها ظروف خارجة عن إرادة الزوجين كالانفجارات أو الوضع الاقتصادي بالبلد أو غيرها، والنتيجة هم الضحايا.